هتدوس كلمة دي تمام، هتدوس كده هتلاقي ايه ده، يعني ايه supporting reported بوبي، ايه معناها؟ طيب يا مازن ايه معناها؟ طيب هفهمك معناها دلوقتي. ازيك شباب، معاكم مازن، وجيت لكم فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ريبورتد بوبي. قبل ما نبدا الفيديو لازم تعمل لايك سبسكرايب كومنت وشير، ويلا نبدا الفيديو. طبعا شباب، ريبورتد بوبي من اشهر هاكرز على لعبه روبلوكس على تيك توك طبعا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن كل حاجه عنها حرفيا. هندخل البروفايل بتاعها وهنشوف كل حاجه، وفي حاجه كده مفيش يوتيوبر تقريبا قالها عنكم خالص او قالها لكم خالص عنها، والنهارده ان شاء الله هنقول. طيب اول حاجه احنا دخلنا على البروفايل بتاعها عادي جدا، بس مش هنبدا بقى من بروفايل فيسبوك فايل روبلوكس، لا هندخل على بروفايل على تيك توك. طبعا ده بروفايل بتاعها على تيك توك، طبعا بتنزل فيديوهات وعندها 3 مليون فولوور حرفيا. طبعا احنا ناخد كلمه دي بابي ده تمام، هنروح ايه نشتري روبوكس. هتقولي ايه علاقه الروبوكس بالموضوع؟ افهم حضرتك حاجه، هتدوس هنا مثلا هتشتري 400 روبوكس، انت تشتري 400 روبوكس، هتدوس كلمه دي تمام، هتدوس كده هتلاقي ايه ده، يعني ايه supporting reported بوبي، ايه معناها؟ طيب يا مازن ايه معناها؟ طيب هفهمك معناها دلوقتي. في نظام في روبلوكس اسمه روبلوكس ستار كرييتر، وده معناه يقول لك يعني صانع محتوى روبلوكس ابلاك او روبلوكس ايه موافقه عليه، فاهم قصدي؟ اللي هو روبلوكس دخلتك في نظام معين كده انك بتاخد البريميوم وليها مميزات وليك ستار كود ويبقى ليك حصريات وكده كلام كتير كده. طيب تفتكر بقى لو هي هاكر بجد روبلوكس هتدخلها النظام ده بجد يعني؟ تفتكر؟ لا طبعا. طيب نشوف بقى هنا ايه، اهو ده جروب بتاع اللي هو روبلوكس ستار كرييتر اهو يا شباب زي ما انتم شايفين يعني. اهو وده بقى قوانين النظام ده زي ما انتم شايفين هنا، لازم تبقى جايب كده 10 مليون فيو على روبلوكس فيديو، ولازم هنا تكون جايب اللي هو اقل مشاهدات على كل فيديو 25000، ولازم يكون عندك 100000 مشترك او اكتر. طيب وكمان اللغات المسموحه بس انجلش وسبانيش وبرتغيزي وفرنش وجيرمان، اوكي دي بس اللغات المسموحه. يعني كل ده عباره عن نظام اسمه روبلوكس فيديو ستار كريتو بروجرام. طب حد يقول لي طب يعني هاكر بقى حقيقي ولا لا؟ ده مش معناه ان هي هاكر، لان مستحيل روبلوكس تحط حد في النظام ده وهو هاكر او حد هيدور المنصه، اكيد روبلوكس مش لعبه غبيه في الاخر في الاول يعني. طيب حد يقول لي طيب مازن دلوقتي التيك توك اكونت بتاع ده هو السبب؟ لا عزيزي المشاهد مش هو السبب في الاخر في الاول، هو السبب الاكونت بتاعها على يوتيوب. هوريكم حالا الاكونت بتاعها على يوتيوب، هتدخل هنا على الاكونت ريبورتد بوبي على يوتيوب هتلاقي عندها مليون مشترك، وهتلاحظ هنا 400 مليون فيو زي بالظبط الكلام روبلوكس قالته، وفيديوهاتها على الاقل بتجيب 25، وانت بتلاقي هنا الفيديو اخر الفيديو نزل يعني هو جاب مشاهدات قليله بس ده فيديو قصير يعني كده، فهتلاحظ هنا قد ايه بتجيب مشاهدات. طيب حد يقول لي طب مين ورا الحساب ده؟ ما هو اكيد ما فيش حد كده هيطلع من عدم يبقى اسمه ريبورتد بوبي ده هاكر مش عارف بيتكلم عن تيك توك. طيب هقول لكم حالا هو اظن مين صاحب الحساب، انا مش هبد اقول انا عارف مين صاحب الحساب بالظبط اكيد يعني. طيب اول حاجه اظن صحاب الحساب هي اللي عاملينهم كله زي ما انتم شايفين، الاثنين دول اللي اسمهم اي باربي بلانكس ده واللي اسمه ريبورتد ماكس. طب حد يقول لي طب يعني ايه السبب؟ لان انا ملاحظ هنا في جروب مشترك ما بينهم، هتلاقي هنا تحت جروب اسمه كده، طبعا النت سوري النت بطيء شويه بس المهم هتلاقي هنا جروب ده، هتلاقي بقى هنا صاحب جروب اسمه ريبورتد ماكس، وهتلاقي العامل الشاوت اللي هنا هتلاقي اسمه باربي بانكس تمام. هتلاحظ هنا بقى هتشوف الاونرز، هتلاقي هنا ريبورت بوبي الاونر، واخدين بالكم انتوا؟ هنا بقى انا حاسس ان في علاقه ما بين الثلاث اكونتات دول ببعض، حاسس ان في حد هو الاكونت ده من الثلاثه دول تمام. برضو في حاجه كمان يعني ممكن تكون صح، ان هنا برضو لو انت نزلت شويه هتلاقي هنا الجروب ده تمام، ادخل على الجروب ده هتلاقي الجروب ده مشهور جدا، هتلاقي اسمه قديم كده، هتلاقي الجروب ده اصلا كان الجروب بتاع حد هم اخدوه غيروا اسم. انتوا في فتره جت كده كان اكونتات بتقعد الجروبات بتتبدل وكده، كانت الجروبات اول مره بقى روبلوكس تفتح اي حد يقدر يجيب جروب، فالجروبات كانت بتتبدل زي ما انتم شايفين انا عندي كميه جروبات كبيره جدا. وبرده هنا برده حاجه يا جدعان برده يعني هنا هتلاقي داخله في الجروب ده، حد يقول لي طب مين دي؟ مين ديفن دي؟ طيب دي تيك توكر مشهوره برده يعني، انت لاحظت هتروح هنا على تيك توك هتلاقي هنا هتقع تيك توك تكتب ديفن، هتلاقي اول اكونت هي بعد ما تكتب ديفن روبلوكس طبعا
تلاقي اللي دي تيك توكر برضو، وبرضو زي ما انا قلت لكم عندها برضو ستار كرييتور، يعني هي روبلوكس موافقه عليها، يعني هي دخلت بنفس البروجرام اللي انا قلت لكم عليه ده. هتلاقيه هنا، هتلاقيه طبعا هنا لو شلت ريبورت بوك كتبت هنا برضو ديفن، هتلاقي اللي انت برضو بتعمل سبورت لديفن، يعني دول مش هاكرز ولا اي حاجه، دول عباره عن صناع محتوى بيجيبوا مشاهدات، ومشاهداتهم حلوه جدا طبعا، يعني انت لاحظت قنواتهم مشاهداتهم بيبقى عاليه جدا، والتيك توك بتاعتهم بيبقى المشاهدات عاليه جدا. طيب بمناسبه بقى جروب الماسونيه ده، عزيزي المشاهد، ده جروب مش اكتر، حرفيا جروب مش اكتر، وانا كاتبين بالروسي مش فاهم ليه صراحه، وحاليا هقول لكم كاتبين ايه بالروسي. هنا لو انت رحت على الترجمه، يعني عشان طبعا مش فاهم روسي طبعا، يعني هتلاقي تذكر نحن لسنا شهود، طبعا انا مش فاهم ايه الكلمه ولا ايه فكرتها، بس وات ايفر يعني يس. المهم فلا جروب مش اكتر، يعني ما تفتكرش اللي هو في اي حاجه عشان بس علامه الماسونيه، يعني الماسونيه فلا هي مش مشكله. طيب من ناحيه بقى الجروب ده، طبعا الصوره مرعبه شويه صراحه، خلينا متفقين على كده، بس دي صوره في الاخر وفي الاول، وممكن اي حد يعملها، فبس ممكن ندخل الجيم بتاعها برضو عشان كان في جيم بتاعها فيه مشكله، نشوف صلحتها ولا لا. يعني اتعمل له ابجريد من ساعتين، ممكن يكون صلح، استنى نشوف. او شباب دخلنا الماب، طبعا طبعا شباب دخلنا الماب، الصوت كان عالي جدا يا جدعان، طبعا صلحوا الماب. ايه ده، اعوذ بالله، ايه ده، ايه ده يا عم، الرعب ده بجد والله. طب اقول لكم ده شبه ايه بالظبط، شبه اللي عاملاه هنا ده، اكن نفس الحاجه بالظبط. ايه الرعب ده يا جدعان، الرعب ده، تفتحوا عليا ليه يا رحايم، ايه ده، اوبا طلعت فوقيك، اي خدمه، دول الاهرامات فوقيها بتاع ده، العين دي، وهنا It being Poppy was once a normal person just like you. Many things happened, however, that changed that. Okay. أفهمكوا إيه؟ هنا بيقول إن هي بوبي دي كانت شخصية عادية جدا زيك، بس في حاجات كتير حصلت خلتها تبقى زي كده. غريبة مش فاهمة يعني إيه، قصدها إيه برضه بالكلام ده. هنا If you're reading this, that means you high. You are on the right trail. Keep reading all okay to find out more. يا جدعان ده في سر على البتاع المكتوبة دي، تمام؟ ام بوبي ماتت 2012 وابوها مات في 2014، تمام. هنا اتاخدت لروسيا لملجأ في روسيا، ويعني كان حد بيتنمر عليها او بيتعدى عليها يعني، تمام. غير عندي سر جامد. المهم she would spend several hours alone in play time with her friends. اوكي يعني هي كانت بتقعد وقت طويل بتلعب مع صاحبتها اللي اسمها بودو بابت دي، تمام قوي. يعني هي بعديها هي ضربتها باللو البنس اللي هي ضربتها كده زي كده السكينة، يعني لما عشان هي عملت غلطة، تمام. وفي بلود فيزل او اللي هو في عرق من عروقها انفجرت، تمام. وبعديها يعني اكسبوز يعني اللي هو فضح، يعني فضحها، تمام. The life from previous soul. يعني ثالثة تقريبا. اوكي. And racing Bobby is trapped in her new puppet. طبعا مش فاهم الكلام ده الحمد لله. فكك منه. ده مش هفهمه هقول لكم. مش بتكسف فيها. طيب. طيب. هاي. اهلا. Here is lies. يعني ده كده. Bobby's pre-corrupted spirit. طبعا انا مش فاهم يعني ايه spirit، هتطلع لكم دلوقتي في الشاشه. Bobby was once a normal. احنا قلنا الكلام ده. طيب من الاخر في المكان ده في سر مكتوب معين، وطبعا الماب ليه صوت عالي شويه فقفلته. طبعا يا شباب هنا في سر، ايه ده؟ قطه سودا ناقصه، ايه ده؟ بتجري ورايا ليه؟ القطه دي؟ لا، ايه؟ امشي انوتي، يا حول اقدر بالله، امشي. قطة صودا مرعبة، الرعب يا جدعان، لا حول اقدر بالله. وبس يا شباب ده كان الفيديو، ياريت تعملوا لايك، ولو عايزين سلسلة تاني من الموضوع ده وكده، الكلام عن التحقيقات والكلام ده، اعملوا لايك، ويلا باي. الرعب ده.